السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبس عليكم، شخباركم؟ صحيح لاباس. المشاركين اللي معنا قدام في القناة كراكم، لبس عليكم. والمشاهدين اللي كيشوفوا الفيديو ديالنا لأول مرة، نتمنى تشتركوا إلا عجبكم، إلا عجبكم المحتوى ديال القناة. نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبدا يطلع لكم الجديد ديال القناة. اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه تحطوا لي في التعليق نتمنى ان شاء الله يدخل عليكم هذا الشهر بالمزيد من التوبه والمغفره ان شاء الله يا ربي للجميع، ورمضان مقبول للجميع ان شاء الله. اليوم ان شاء الله البنات غادي نخدم معكم هذه الجلابه، هذه غير بنبات خفيف، هي بعد ما تسالت مولاتها بغاتها، هي بغاتها غير تنبات خفيف، غير تجيها اللمعه في الجلابه وصافي. هذه مخدومه بسفيفه، مخدومه باليد، والزواق ديال المعلم حتى هو باليد. دابا بقى لي غادي نبتها معكم، نوريكم الطريقه باش نبتها غير خفيف ان شاء الله. بس غادي نحطها لكم، وربما شي وحدين يستافدوا منها، واخا زعما هو تنبات عادي وبسيط جدا، لكن كاين وحده كاين شي وحدين اللي ما عندهمش الاخر في التنبات، ربما يفيدهم هذا الفيديو. غادي نحتاجو خيط الخياطة عادي، غنحتاجو لبري ديال التنبات، هادي عندي النمرة 9، وهنايا غادي نحتاج الزمرد. هنايا هاد الزمرد هدا في الماغون، لا هو ولا هاد العقيدات وهاد الخدمة، هدا هاد الخدمة هادي اللي في السفيفة. غير هنايا في الفيديو كتبان موف، ما نعرف الألوان ما خرجوش هما هادوك، المهم دار الماغون صفر بارد، هنا تيبان موف. المهم معليش، حنا غنخدمو ان شاء الله. دابا غادي نبداو في التنبات، غادي نطلع على الطلعه كامله وندور على القب والكميمات. كما كتلاحظوا راني خدمت شويه باش ما يجيش الفيديو طويل، بغيت غير نوريكم الفرق بين الجهه اللي مخدومه اللي درت فيها التوبي او الزمرد، والجهه اللي سامبل ما فيهاش التنبات. هيبان لكم الفرق دابا بيناتهم، الشكل تبدل صراحه، جلابه كتبدل كامله ملي كدير لها شويه ديال التنبات وداكشي، كتبدل الشكل ديالها كامل. الجهه اللي منبته كي جات، والجهه اللي بقات بلا تنبات جات عاديه وسامبل. هذه جات مزيونه دابا التصوير في النهار، دابا يكون ملي يكون شويه الليل والاخر هاد التوبي كيعطي الشعله مزيونه، كتجي جلابه كتجي شويه روميه ومزيونه، كتعطي منظر. ثم كي شفتوا نبت الكميمات، الكميمات ديال المنبتين، وطلعت جهه، بقات لي هاد الجهه هادي نطلع نصوبها معكم. هي دغيا تطلع بالنسبه لهاد التنبات هكا خفيف، دغيا تيطلع. نجيو للجلايل باش ما يبانش الخيط، هادشي ما كاينلاش، ندخلو غير الابره ديالنا هكا من داخل، نخرجو هنايا في هاد الحبه هادي. بصراحه هاد الشكل دابا بحال جلابه، سواء كانت جديده او كانت عندك ديجا جلابه قديمه ومخيطه هكا بالزواق ديال المعلم وداكشي، وتعجبك الثوب ديالها او الخدمه ديالها، عجبك ما ساخياش بها وداكشي، يمكن تجدديها، ديري لها شويه تنبات على هكدا كما كندير لهادي على زواق المعلم، او ديري لها شي تنبات في الصدر او شي طريزه، ولا المهم تدخلي عليها شي حاجه كما كانت، كتبدل الجلابه كامله. الانسان ما يمكنش كل ساعه يخيط، ولا كتكون عندك شي حاجه عزيزه من عند الله، يا لونها يا ثوبها يا الخياطه ديالها يا شي حاجه المهم تتسخيش بها، واخا تلبسي وتعاودي وتلبسي وتعاودي كتبقى ديما داك الجلابه ولا داك القفطان، ولا كتبقى عندك فيها شي المهم شي حاجه كتيرك ليها، كتبقى هذيك هي اللي عندك كاع في حويجاتك، كتكون عندك عزيزه من عند الله. يمكن تزيدي تجدديها هكا، ديري فيها عقيق او طريزات او. دابا نرجعوا ليه، اما غادي ما نخدمش هاد الدولاره الوسطانيه، غادي نخدم غير هاد الدورات هادو باش تجي خفيفه غير هكا، ما تجيش عامره بزاف. هانتوما كما كتشوفوا تنضرب ضريبه هنايا، طلعت خرجت الخيط، درت الزمرد ديالي، غنرجع عاود الضريبه هنايا، وغنفرق بين الثوب هنايا مازال في لوغلي، نخرجها في هادي. غير انا هنايا اللي غادي نوصيكم عليه في الجلابه هكذا، ملي تكونوا تتخدموا نتوما تتجبدوا الثوب باش تنبات ياخذ حقه ديال الخيط، باش ما يجيش ما تجيش الخدمه مكمشه. لهنايا عاود نخرجها في هادي،
باش ما تكملش الخدمه ديالنا من بعد. حنا تنخدموا حنا تنتيريو تنجبدوا الجلابه او الثوب باش ياخذ قياسه ديال الخيط. الكاميرا جايه معدباني في التصوير. تنبعدها تيجي التصوير بعيد. دابا اللي قربتها جايه مع يدي. نتمنى تكون كتبان لكم. صافي الضربه الاولى تنخرجوا الخيط وندخلوا الزمرد ديالنا ونعاودوا ندخلوها هنا في هذه الخدمه هذه ونجيبوا الابره ديالنا مع هذا الرويس. سهله اللي ما عمرها قطعت الابره والخيط غادي تخدمها. كتكون حوايج بسيطه بحال هذه يعني ما تحتاجيش تمشي ديها للخياطه او الخياط او شي نباته او يعني اي سيده في الدار تصوبها راسها. ما تحتاجش شي شي معلم او صنايعي او باش تصوبها. هي راسك تبدلي شري غير المسائل اللي غتحتاجي وصوبيها راسك في الدار. غنبقاو ماشيين معاها هكا حتى نساليوها. نتوما كي شفتو هنا اللون تيبان موف كما قلت لكم في الاول هو راه ماغون هذا على هاد الطفيره هادي ولا هاد العقيدات ولا حتى التوبي. هنايا مع التصوير تيعطي اللون موف حتى هو جا مواتي مع الصور. كما قلت لكم البياسه اللي طاحت في يدي دابا في هاد الايام هادي غادي نحطها كما كانت الخدمه ديالها ولا اللي سميتوها نحطها حتى نكمل معكم حتى نبدا معكم عاود الدروس من الاول. بحال تنبات راه باديه شي حاجه ولكن حبست. الله بديت شي حاجه بسيطه وحبست. والطارزو ديال اليد وداكشي غنبدا معكم ان شاء الله تكون شويه درخ في هاد الخدمه. وغادي يعني دابا اللي طاحت في يدي ان شاء الله وكان يمكن لينا نصورها ونزلها لكم نصلها. كما كتعرفوا ماشي جميع الكليانات تيبغيو البياس ديالهم يبان ولا سميتو تاخدي الاذن. عطات قالت لك صوري ماشي مشكل كتصور. ما عطاتك شيء ما ماشي محقق تصور البياسه ديالها واخا تكون سامبل وما فيها حتى شي حاجه اللي زعما مخالفه او شي حاجه اللي كتكون زعما غير عندها ولا. ولكن كل واحد و واحد التفكير ديالو كل واحد وجهته. المهم كتحترم في التالي الهضره الاولى والتاليه كتحترم الراي ديال الكليان ديالك كما شفتوا اللون راه درنا اللون ديال الثوب باش ما كتبانش الخياطه. هنا كما كتلاحظوا الغرزه راه كنديرها كبيره. هادشي غادي هادشي يعني كيدل بلي راه الغرزه من داخل راه تتبان. انا غادي نوريكم لان ما عندكش فين غادي تخبع الخيط ولا كي غادير الخيط دفنو يعني ضروري غدير ديك الغريزه كبيره وغتجيك الخدمه باينه من داخل. ملي كتقلب كتجيك باينه. هانتوما كما شفتوا الخدمه جايه الضربه ديال الخيط من هنا جات باينه. حتى نوصل للطوق انا نوريكم الطف الطوق وداكشي كما شنو درت لان البليصات اللي غادي يبانو ما خصهمش يجيو هكاك.
وانتم كما كتشوفوا احنا سالينا الطلعه ديالنا، الطلعه كامله هي احنا ساليناها، مشينا بديك الضربه الطويله اللي من تحت ما بين جايه في وسط الجلابه. ولكن دابا هنا ملي وصلنا للطوق ما يمكنش نخدمه بديك الخدمه، انا نوريكم علاش. لان كما كتعرفوا ضروري الطوق من الطوق الجلابه تتقلب، الطوق ديالها تتقلب على هذا الشكل، وما يمكنش تخرج لنا ديك الغرزه كبيره من هنايا وتجي مشوهه في الخدمه، غطيع على فينيسيون غادي تجينا الخدمه. ما هي دي كما هي، يعني درت لكم طريف هنايا كما تشوفوا، ها هي دي ملي غيتقلب الطوق غادي تجينا هاد الخدمه هكا. شوفوا حتى الخدمه ديال المعلم، حاول ما امكن باش الغرزه ما تبانش، هي جات ميته ما بايناش قليل، حتى هكذا تقربي عاد تتبان. نقربها لكم بزاف الكاميرا عاد تتبان. شوف انا الضربه اللي كنت درت من داخل ومن الكمام من داخل البلايص اللي مدرقين ما تيبانوش، شوف هنا كي جات، شفتوا الخدمه كي جات، شوف الخيوط كي جاوا. ما يمكنش تلبسي بياسه وهي هكا الطوق ديالها بدا يبين لك الخيوط هكا، لان هنا دابا هنايا الخدمه هذه صافي ما بقاتش خدامه معنا. دابا غادي ندير الخدمه شويه مضوبله وفيها شويه ديال التركيز. انتما كما تشوفوا وصلت لهنا فين غادي تدورو، فين غادي تقلب الطوق وحبست. انا خدمت هاد شويه، دابا غادي نجيو باش ندفنو الخيط ما يبانش، خص الخيط ما يبانناش كاع تحت البياسه، ما يبانش من تحت. انتما كما كتشوفوا غنحاولوا نمشيو غير مع الخدمه ديال المعلم هكا، وغنحاولوا نمشيو ما نخرجوش للثوب، غنمشيو غير تحت الزواق ديال المعلم، مخشيت الثوب نهائيا من الظهر يبان الخيط، مخشي الخيط نهائيا يبان. احنا من هنا مشينا مع من تحت الزواق ديال المعلم، انتما كتلاحظوا هنا شويه غادي تتقرب لنا الوقت، ولكن ماشي مشكل باش تفينا البياسه وتجي مزيانه ما تجيش شي. تمشيو مع الخدمه مع الزواق ديال المعلم، نشوف ما باش كاع الخيط ديالنا من دوزناه من لهنايا، وحتى من لهنا ما خرجش نهائيا. وكاين حل اخر بحال دابا هنايا، لان اصلا هذا الشيء كله كيدرك ما غتبانش شي، ملي كتلبس جلابة تجي الطوق هكذا كيجي طايح هكذا، يعني هاد التنبات كله راه ما الا بغيتي زعما كاع تفادى ما ديريش كاع توصل غير حد فين كيتطوى الطوق وتوقفي، راه ما دار شي، لانه ملي كديري هكذا راه ما تيبانش. ولكن غير باش المهم تقلب ولا شي حاجه باش تجي كلها مربته، وحنا مشينا بهذا الشكل. ولا لا عندك بحال دابا شي قفطان شي فتحه ولا شي حاجه، نوريكم الطريقه باش غتمشيو باش ما تبانلكمش. صافي تتمشيو غير هكا مع الخدمه، كتمشيو مع الزواق ديال المعلم، كدوزوا الخيط ديالكم كدفنوهم تحت زواق المعلم، وما تيخرجش في نفس الوقت ما خصوش يخرج تحت، يخرج مع الثوب. احنا ماشيين غير مع هذه الخدمه هذه، ما عرفتش تبان لكم، هي دابا بانت. شوفوا لي برام هنايا كاع ما بايناش، تعرفوا بلي الخيط ما غيخرجش من تما، ماشيين غير من تحت الخدمه ديال المعلم، الزواق ديال المعلم من تحت داك الطراسنات. ما غتقولي عاود نمشيو مع هذه، فين ما خرجنا الخيط نعاودو نمشيو معاها هكا حتى نخرجو هنايا في وكما قلت لكم ديما حنا خدامين وحنا تنجبدو في الخيط باش ما تكملش الخدمه. احنا غنديروا الزمرد ديالنا ونرجعوا تحت خدمه المعلم، وحاولوا ما امكن اللون يجي اللون باش كتنبتوا يجي في اللون ديال الجلابه ولا الزواق المعلم باش ما يبانش. كما قلت لكم في الاول جاتني الخدمه معدبه هكايا مع الكاميرا قبلت حدا يدي وقبلتي ما كيبانليش فين نضرب الضربه. يدي تطلق
صافي هكا حنا ماشي تنساليو البيسه ديالنا، وفي نفس الوقت غادي فينيا تحاول باش ما تخرجلكش من تحت حتى ما تخرجلكش في الثوب، وفي نفس الوقت ما تخرجلكش على الزواق المعلم ما تجيش باينه. انا راه لي برا شويه خارجه لي غيجي الخيط باين، نعاودها ومن هنا ما خرجش. سمحوا لي دابا الصداع ديال التصوير، في الغالب تنصور الصباح بكري جايه في السونتر، كيكون صداع بزاف ديال الطوموبيلات وديال جايه في السونتر ديال صداع بزاف، تنحاول نصور الصباح بكري ولا في الليل. انتم شفتوا من هنا ما باينش، لكن غير الضربه ديال المعلم الخيط هو داشتو الخيط ديالي انا شويه صفر مفتوح ما باش نهائيا من هنايا ومن هنا فينيا. يعني كما قلت لكم تقدروا كاع تفاداو هذا التصوب، غير القب من الظهر الجهه اللي كتجي طايحه على الكتاف هكايا، حيت تجي هذه ما غاتجيش باينه الجهه اللي كتجي طايحه على الكتاف، هذه ديما كتجي طايحه على الكتاف ما كتبانش، هذه اللي كتجي مقلوبه كتبان، هذه تقدر تمشيو معها بهذه الخدمه هذه هكا. يلا في التالي انا ان شاء الله نكمل وغادي نوريكم الشكل النهائي للجلابه هانتوما كما تشوفوا كما كتشوفوا الشكل النهائي ديال التنبات ديالنا، هانتوما كيشتو جا خفيف خفيف بزاف، وجا الشكل ديالها مزيون انا عجبتني، وانتوما قولوا الاراء ديالكم في التعاليق. انا شخصيا عجبتني هكا خفيفه وجات حتى اللوينات ديالها جاوا مزيونين. ما بقى لي نقول لكم خليتكم على خير، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو ولو غير بشكل بسيط. حتى الفيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعاية الله.